بعد دقيقة صمت على ضحايا الفاجعة التي ضربت الشعب الجزائري إثر سقوط الطائرة. وبالعودة إلى المباراة، لم يفوت فريق أمل بوسعادة فرصة استقبال فريق شباب عين الفكرون لإضافة 3 نقاط وقطع خطوة عملاقة نحو ضمان البقاء حسابيا، فيما تعقدت أمور شباب عين الفكرون في البقاء بعدما أصبح في المركز الأخير. الأمل لم يدخل اللقاء إلا بعد نصف ساعة من اللعب لنشهد أول لقطة حقيقية عن طريق كبر، وعلى الطائر الحارس خلفه ببراعة يبعد الكرة إلى الركنية ليعود كبري مرة أخرى وبرأسية القائم الأيمن يرد الكرة، فيما كان رد السلاحف عن طريق جنادي بهذه الرأسية ليوصل الأمل الضغط. ومرة أخرى كابري، لكن الحارس خلفه كان الأحسن وحافظ على شباكه في المرحلة الأولى. الشوط الثاني كان كسابقه إلى غاية الدقيقة 65، ومن ركنية خيروي وبرأسية محكمة يفتتح باب التسجيل ويحرر الجميع. أبناء غيموز وصلوا الضغط، يتحصل البديل بولعينين على ضربة جزاء بعدما عرقل من طرف سيف الدين. الحكم بصيري يعلن عن ضربة جزاء ويطرد اللاعب بعد تلقيه الإنذار الثاني. ضربة الجزاء تولى تنفيذها بعد، لكن الحارس خلفه تألق وصد الكرة. ورغم التغييرات التي أجرها بولكوس، إلا أن السلاحف لم يتمكنوا من تعديل النتيجة على الأقل، لينتهي اللقاء بفوز هام ومعنوي لأمل بوسعادة، فيما يضع شباب عين الفكرون قدما في قسم الهواد.